في الليكشر دي هنتكلم عن المومنتوم ايكويشن للتو فيس فلو وكل الباراميترز الخاصه بها. الدياجرام ده بيشرح الفكره بتاعه انه اذا عندنا تو فيسز هنا اكتين از سيبريتلي، يعني كل فيس كانه ما في اي ميكسين بيناتهم، كان عندنا ده الليكويد في اللور بارت وبعد ده عندنا جاز في الاور بارت. فالفورسز المؤثره على التو ليكويدز ديل اللي هما نمره واحد على التو فيسز، سوري، عندنا الدراج فورس اللي هو بتوين الليكويد نمبر 1 مثلا والبايب وول، برضو الدراج فورس بتوين الليكويد نمبر 2 والبايب وول. بعد ذاك عندنا الفريكشن بتوين التو ليكويدز مع بعض، الفلوريت لكل ليكويد والان والاوت بتاع الفلوريت، او هنا ممكن اقول عليه التشينج بتاع المومنتم. الدياجرام ده هو mainly stratified flow، لكن ال equation اللي هنعمل لها derivation أسي ممكن هي تكون صالحة للأذر flow regimes بعدة consideration أو بعدة modification. كل ال equation اللي هنتعامل معها هي هتكون based on the momentum equation، وبيكون عنده اي فيس فيها بيكون عنده الكونسيدريشن، بيكون هو sufficient to present the purpose بتاع الهول فلو. طيب من الشكل الفات، فشكل الاكويجن انه عندنا several terms للفورسز الاكتنج في direction x مثلا for example. برضو تنبيه مهم انه احنا هنا بنتعامل مع حالة inclined pipe، يعني البايب ما قاعد في هنا، البايب هو بزاوية سيتا. فالفورسز هنا هي نمرة واحد عندنا البريشر جراديان والدراج فورس والبريشر، بعد ذاك الدراج فورس، بعد ذاك الفريكشن بتاع الليكويد في حد ذاته. آخر تيرم اللي هو لو تلاحظ ده اللي هو S في رو بلس S في رو للليكويد مضروبة في G في ساين دلتا اكس، ده واضح انه هو هيدروستاتيك بريشر. من ما لقيت جي ولقيت التشينج في الارتفاع ده دايركتلي هو هيدروستاتيك بريشر. فدي كل التيرمز اللي هنتعامل معاها بالنسبه للتشينج في الفورس. بالنسبه للتشينج في المومنتم عندنا الان فلو وعندنا الاوت فلو، يعني اذا اعتبرنا انه المايع ده في سيكتر معين من البايب، اخذنا مثلا السيكتر ده، بعد ده دارين نشوف الان هيكون شكله عامل كيف والاوت هيكون شكله عامل كيف. بالنسبه للاوت هو عباره عن التشينج في المومنتم بالنسبه للغاز مضروب في التشينج في الفيسكوسيتي بلس التشينج في المومنتم بالنسبه للليكويد مضروب في التشينج في الفيسكوسيتي، بعد ده مطروح منه اللي هو الان اللي هي الان باستخدام الماس فلكس فاكتورز. بالنسبه للستادي ستيت فلو، فالنت فورس اللي هي شفناها في السلايد الفات هي تساوي الايكوال تشينج في المومنتم ده. فممكن طوالي نقوم نشيل الايكويشن او نشيل الجزئيه دي من الايكويشن، نقول ما هي بتساوي تساوي change في النت فورس. من هنا بيجي عندنا معادلة انه الفورس او النت فورس تساوي change في المومنتم. طيب بعد ذاك اول افتراض عندنا انه هنقوم نعمل neglecting للدراج فورس اللي هي من البايبولز، ان كانت بالنسبة للليكويد او بالنسبة للغاز عمل لها نيجليكشن على اساس انها هي تبقى زيرو، يفضل عندنا ماينس اس في دلتا بي ماينس اف ال عداد ماينس الهيدروستاتيك يساوي تشينج في المومنتم. نفاضلها بالنسبه للارتفاع اللي هي باي دي زد، هيكون عندنا ماينس اس في دلتا بي على دلتا زد ماينس دي اف ال على دي زد، عداد ماينس لكل كونستانت تساوي التشينج في المومنتم، برضه هيكون بالنسبه
لديزل. فاينالي ممكن نكتبها بالصورة دي بحيث انه عايزين قيمة دي بي دي على دي زد اللي هو البريشر جريدينت على طول الارتفاع. قيمة البريشر جريدينت هتكون بتساوي ماينس واحد على اس. اس اذا تذكروها هي الاريا او كروس سكشن الاريا. ماينس واحد على اس في دي اف على دي زد ماينس واحد على اس في دي باي دي زد بالنسبة للتشينج بتاع المومنتم ماينس الاريا اس جي سوري رو جي على اس اس ال رو ال على اس وبعدها مضروبه في جي في ساين سيتا. من هنا طوالي ممكن بعدها تتخيل انه ديل حيكونوا حيكونوا شنو. طيب شكل الاكويجن تاني برضو ممكن نختصر في 3 فاكتورز اللي هما الفلويد فريكشن والاكسلريشن واخر حاجه الاستاتيك الاستاتيك هيد. السبب الاساسي لانه نعمل التمييز ده هو عشان نميز ما بين مثلا في حاله انه هل عندنا تشينجينج في الفيسز ولا ما عندنا تشينجينج في الفيسز. المين بوينت انه الاكسلريشن دائما في حاله السنجل فيس هو حيكون بس مربوط بالتشينج مثلا بتاع الفيلوسيتي او التشينج بتاع الفلوريت بالنسبه للغاز فيس فور اكزامبل مثلا. لكن في حاله اذا عندنا بويلينج مثلا لووتر او لاويل فالاكسلريشن ممكن يكون في التو ويز ممكن يكون يكون فيري ديفرنت عن الكونسيدريشن بتاع النورمال اكسلريشن. مينلي الاكسلريشن حيكون ديبند على الدنسيتي بيكوز انه كل ما كانت الدنسيتي اعلى كل ما كان الابيليتي تو بي اكسلريتد حتكون اعلى. طوالي معناها انه حيكون عندك البريشر جريدينت حيكون هو ريكوير لانه يكون انذر تيرم اوف الاكسلريشن. الهوموجينيوس موديل والسيبريتد فلو موديل ممكن نستخدمهم عشان نعمل استيميشن للبريشر دروب في حاله التيرم فلوريجين مثلا او عموما سميناها كان الانترميتنت فلو. انه عموما الانترميتنت فلو ممكن نستخدم ايذر الهوموجينيوس فلو موديل او السيبريتد فلو موديل اللي هو سيبريتد فلو موديل كونسيدريشن بتاع انه ديفرنت فيسز فلوينج together او homogeneous flow model انه different phases flowing at the same speed. اذا تذكروا الميو جي اس على الميو جي ال تساوي واحد او قيمة يو ار تساوي واحد. دير الاثنين ممكن نستخدمه في الاستيميشن بتاع البريشر دروب بالنسبة للتشيرن او الانترميتنت فلو ريجيمز. لكن عموما في حالة الانيولر هما استخدامهم غير محبس. الانيولر فلو عنده كوريليشن خاصة بهم ديفلوب باي مارتينيلي نيلسون نيجي نشوفه في اخر الليكشر. طيب بالنسبة للهوموجينيوس فلو موديل زي ما عرفنا انه الهوموجينيوس فلو موديل دايما الافتراض الاساسي بتاعه انه كأنه تو فيسز اكتين سنجل فيس نتيجة لانه الاثنين flowing at the same speed. كمية الافتراضات دي هنجي نستخدمها to develop momentum equation بالنسبة للهوموجينيوس فلو موديل. الشيء المهم هنا انه الفريكشنال كومبوننت instead of انه نقوم نوزع على two faces لا الهوموجينيوس فلو موديل ممكن نستخدم single friction factor بحيث انه sometimes قدرت انه الهوموجينيوس فلو موديل refer to as a friction factor model due to انه ما بنحتاج to calculate the friction factor بالنسبة لكل موديل independently. لا كله نحسب single fluid single friction factor. دي برضه كان قلناها ورا انه دائما الكالكوليشن بتاع الهوموجينيوس فلو موديل بيتر اندرستاندينج او بيتر بريدكشن بيجي منها في حاله كان انه عندنا وان فيس فولي ديسبيرسد في الانذر فيس اللي هي فور اكزامبل مثلا في حاله الميست فلو ريجيم البوبلي الويسبي انيولر ريجيم اللي هي كانه عندنا تو فيسز
لما يكون التو فيسز قريبات جدا من بعض كده الاسامبشن بتاع الفيسكوسيتي بتاع الغاز والفيسكوسيتي بتاع الليكويد الاسامبشن بتاع ان هم ماشيين بنفس الفيسكوسيتي بيكون مور فاليد في الحاله دي. لكن في حاله كان التو فيسز سيبريتد فور اكزامبل مثلا في حاله السلاج فلو او البلاك فلو او الانيولر فلو عموما البوسيبيليتي بتاعت انه فيس يسبق الثاني هي وارده جدا وارده جدا جدا. بالنسبه للفريكشنال كومبوننت او دلتا اف بالنسبه ل سيرتن لينكس دلتا زد فهو بيساوي باي في الدايمتر مضروبه في تاو. تاو هنا هو الشير ريت. الشير ريت ممكن نجي نحسبه مباشره من القانون بتاع نيوتن تكالكوليت الشير ريت اللي تذكروا التجربه بتاعت الغصب. برضه في نفس الوقت هو بيساوي ماينس فاي فدي اي تربيع على 4 مضروبه في التشنج بتاع البريشر مع اف. نشيل المعادلتين دي مع بعض لانهم بنصل لانه قيمه دي بي على دي زد اللي هنقسم هنا دي بي على دي زد نجيبه بجاي هيفضل لنا انه هيكون 4 تاو مضروبه مقسومه على دي اي. بالنسبه لقيمه تاو قيمه تاو قلنا قانون نيوتن انه تاو هتساوي نص في رو في الفيسكوسيتي مضروبه في فريكشن فاكتور اف. بعد ذاك نعوض بدلا عن تاو نعوضها في المعادله اللي فاتت هنلقى انه قيمه ماينس دي بي على دي زد بالنسبه ل اف بيساوي 4 في اف على دي اي مضروبه في نص رو في ميو سكوير بحيث انه رو هنا او اف هنا اتكلمنا عنهم في السلايد اللي فات هم حيكونوا بالنسبه للتو فيسز اللي هي قلنا انه دي المين بوينت بتاعت الهوموجينيس فلو انه قيمه الدنسيتي او قيمه الفريكشن فاكتور هيكونوا هم كانهم ريبريزنتنج للتو فيس فلو مع بعض. بعد ذاك ممكن نجي نستعيد عن قيمه يو تربيع مضروبه في الدنسيتي مقسومه على 2 رو تي بي ممكن هي تكون هي ام دوت توتال تذكر انه ام دوت اللي هي بتساوي بعد ذاك شكل الاكويجن ماينس دي بي على دي زد 2 مضروبه في الفريكشن فاكتور بالنسبه للتو فيسز مقسومه على الدايمتر عندك مضروبه في التوتال ماس فلوكس ومقسومه على الدنسيتي بالنسبه للتو فيسز. الاكسلريشن كومبوننت مينلي بيعتمد على قيمه الدنسيتي والفيسكوسيتي مع التشينج بتاع الفيسكوسيتي في سيرتن لينكس او سيرتن هايت زد. وبرضه بما انه قيمه الماس فلكس هي بتساوي رو في يو فممكن نستعيد عن قيمه رو على يو لانه نعوض بدلا عنها قيمه الام دوت فبعد ده شكل الاكويشن حيكون انه ام دوت الرو تحت هنا حتمشي فوق هنا حتكون واحد على رو دي برضها اللو يعني دي كانه ممكن نكتبها عديل انه شكل المعادله هنا قلنا ام دوت على رو بيساوي يو فشكل المعادله حيساوي رو ام مضروبه في اليو حتكون ام دوت مقسومه على رو بعدها مضروبه في دي طيب دي يو اللي هي ام دوت مقسومه على رو بكلها على دي زد فدي حتروح معي هنا. برضو قيمه 1 على رو ام هي تساوي الميكشر سبيسيفيك فوليوم هنقوم نبدل 1 على رو ام ب في ام تبقى انه شكل المعادله اللي راح يكون ماينس دي بي على دي زد بالنسبه للاكسلريشن هيساوي الماس فلكس مضروبه في دي في ام مضروبه في الماس فلكس على دي زد. بما انه قيمه ام ممكن نعتبرها هي ثابت بالنسبه للفوليوم نطلعها برا هيكون عندنا ام
ام ضرب تربيع اللي هي الماس فلكس تربيع مضروبه في دي في ام على على دي زد. انا ما عارف دي قلتها لكم ولا ما قلتها لكم، لكن قيمه في ام ممكن نجيبها من العلاقه بتاعتها المباشره مع مع الكثافه، اللي هي انه قيمه الدنسيتي بتساوي قيمه الدنسيتي بتساوي او الميكشر دنسيتي بتساوي رو ال على واحد بلس اكس جي مضروبه في رو ال على رو جي ماينس واحد. بعد ذاك اذا جيت حسبتها هتلقى انه قيمة واحد على رو ام اللي هي نقسم واحد على دي هتدينا القيمة الموجودة الموجودة هنا، اللي هي كأنه واحد على رو ام بيساوي اكس جي على رو جي بلس واحد ماينس اكس جي على رو ال. لما نجي نفك دي هتجينا انه اكس جي في في جي بلس واحد ماينس اكس جي كلها مضروبة في 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 او بكل بساطة واحد على رو جي بيساوي في جي، واحد على رو ال بيساوي في ال، هي اكس جي مضروبة في في جي هذاك ناقص في ال ناقص اكس جي في في ال اللي حتساوي لك او بيساوي دي زايد دي هنا زايد في ال في واحد هتساوي لك في ال بعد ذلك زائدا اكس جي مضروبة في في جي ماينس في ال اللي هي طلع القاسم المشترك هنا اكس جي قاسم مشترك ما بين في جي و في ال بشكل المعادلة دي في ال هنا. بعد ذلك هنجي ندخلها في التفاضل ده شكلها بعد بعد التفاضل. هنا هنجي نضرب في دي بي على دي بي بس اجل التبسيط او عشان نجيب بعد الفهم بتاع انه عندنا تو فاكتورز اللي هو الفاكتور الاول الجاز اكسبانشن اكسلريشن في حالة انه الماس كانت كونستنت. الفاكتور الثاني هو الاديشنال اكسلريشن الجاي من الفيس تشينج في حالة فروم ليكويد مثلا تو تو جاز اللي هو دل فيرست دل سكند تيرم ودل فيرست دل فيرست تيرم. لو تلاحظ انه الفيرست تيرم هتلقى مين اللي هيعتمد على على الدي بي على دي زد اللي هي الديفرنس بتاع البريشر مع مع الارتفاع، والسكند تيرم لا السكند تيرم اونلي بيعتمد على القيمه بتاع الميكشر الميكشر فراكشن او الجاز فراكشن في في الميكشر بس اللي هو بعدها دي هي اللي هتكون انديكيتر للعملية بتاعت الفيس تشينج. فور اكزامبل في حالة الايفابوريشن بتاع او البويلينج في التيوب جزء من الليكويد اللي هو في ال هيقوم يتحول لفيبر السبيسيفيك فوليوم بتاعه ماتش هاير في جي، عشان كده دائما المين سبيسيفيك فوليوم هيكون increases by by continuity وعليه ال accelerate مفروض يزيد. من خلاصة كل المعادلات الفاتت اللي هي نرجع عليها معادلتنا الأساسية هنلقى إنه الدي بي على دي زد بالنسبة للديريشن هتساوي ام تربيع ام ضرب تربيع مضروبة في اكس جي في دي في على دي بي ودي بي على دي زد بلس في ال جي مضروبة في دي اكس جي على على دي زد. في دي نسيتها هنا اللي هي انه قيمة في ال جي بيساوي في جي ماينس في ال اللي هي دي هنا هنعوض بدلا عنها في في ال جي من اجل التبسيط بس. طيب وعليه التوتال بريشر اكسلريشن هيكون هو عبارة عن الجزئية الأولى بتاعة البريشر لوس، الجزئية الثانية بتاعة الاكسلريشن طيب كده دي الجنرال ايكويشن اللي بتوصف التوتال بريشر جريدينت فور تو فور تو فيسز توجذر. الجزء الثاني من المحاضرة هنتكلم فيه عن الدريفت فلكس موديل لكن هيكون جزء منفصل براه هخليه بكرة إن شاء الله.